بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إلهي ما أسك الله تبارك وتعالى إن كل مي إن الصور تجليه كلن كان عنوان كيسة ومحاضرة عنوان كيد وحوي سيد هريب الله إعلامي فقه المصائب مصائبته إنه ورد عيسى هي فهم كذا نسيف عن له فهمه وفهم كذا سنقول قلوا عنن سخلضني هذا نفهم صوت محاضرة كانت وحي هيد مناسبة وحوي ويهن وحا عالم كا كده حشرة وأدو فافيا وقيل ذي سو أي ميل وبقبستي عذر كان يكون مرعبين فيروس كا كورونا وإلى دور كنا دلي وقلال كن وحكة سياسة نقدع حنون كاس أما عابو قاس مركو سوكر دي أي علماء ذو كهالين مد محاضرة كتشيدية مد خطبة كجاه الله مد كلمة كتشيدية عالم الإسلامي عربي عجم ولا جاه الله وحلو جاه الله يعلم ذو جاه الله وجد نظر كشريعة ذو شريعة ذو قرآن كي السنة ذو سيدي أي أوديجان مصائب تا عذر ردا حوادث تدعية سيدي القرآن كي السنة التحليلية أنا بقول شيء جنب علماء وجهل له كذي بحكر على تي كعذون أيه جامين يا ندى سكشرة دت فهم كل قل وعدي مسلمين أيكوا ملحدين الدين لا ويالا والدين لهين كعذون كاسي وحكوا جهية هاي إن علماء أرنك كهذا الشيء لو يرره لقلت الماما إني صحوفة هنسني لا أفلق أديه لا إله ذو الجاهلين لا إله ذو حين قرينني مكاء الليان بل إن وذددي علماء الله ضافوا إله العايبة والعياذ بالله ولبدد صماليا يا إلهي أربح إني عايا ويكون جيش صالح في الأقادية مركا ماشا وحكا صباح ذي مركا إني مهم تهي إن مسألة روحوغا سيدي سيكير حيال دير إنا نسود التاقل مثلا دان تصالي ألكا سوق هذا النصو مالي ذا قرالة ذي سميان كوم انتقا ما تعليقاتك أما قار موضوعها نوكها الليبة ميد باوحو ليه هاي مرحي ذينا شيئا مهماها وحليه حياد لوغ أرققحا علماء كهذا الشيء موضوعا وفيروس كورونا هذي عربيهين هذي صوماليهين وحيوها الله ينبوليه الطريقة أما قاب عن علمي أهين ومحيليهين وحيليهين إله إبادتك كأرقو صنيا وحيليهين إله إبادتك لينيا وحيليهين إله إبادتك كعقابيا هذا الذي نوع عصوك ليتاء وهذا الله عن علمك صلي سنين عليه هاي حنون كان وحنون ليقان سيدو كرشو بكتيري إنو يهي نوع كسي يهي ووحل قرن ايو علماء دي كو تخصصتي علمي بكتيرياتك يبيولوجيك وحي بالله بين إن الراديان داوين كيس سيلوغو هرتبو تلال كيسة داودي سين الرادية سلمار كان واحد صورت قال أويل إن سيدي عدو الرادي هرب اللوغو هرتوي كان إن لوغو هرتو وداو الله هلو مركا عدو لغو هرتوي كرو سببتي سنة لكرانا يو علماء دينا حدا داو الرادينا يا إن داو الله هلنا أي صورت قلته سيبا دول يدهين إلهي با أضمدك وحقابي سيبا دول يدين إلهي بأضمدك كأرقو صني سيبا دول يدين إلهي بأضمدك كل يني
waxba meesha kuma haysaan wada dow, halkaasuu ka buskeeyey. Wuxuu ku sii daray su-aasha muhiimka waxa weeye, annaga culimada haddaan nahay maaha inaan laablakac ku hadalno mowduuc kharaad oo kan oo kale ah, inaynu iska hadalno cilmi la-aan ma ah, annagoon u noqonin dadkii khubarada ah ee arrintan khubarada u ah, sida qur-aankuba in amrayo fas'al bihi khabiiran walaa yunabbi'uka mithlu khabiir, sida qur-aankuba in amrayo innagoon khubaradii u noqonin inaan laablakac ku hadalnay sax maaha, inaan xujo la-aan iyo cilmanaan iska hadalnana maaha, inaan iska dhahno dadkiibaa ilaahay laynaya, oon iska dhahno dadkiibaa ilaahay u cadhoodo, oo aan dhahno ilaahay baa dadkii ku ciqaabahay, hadallada noocaas oo kale looma baahno. Ninkaasi aayaduu daliilinaya anuma aqaano, laakiin nin waxoogaa uun diinta wax ka garanayo u muuqda. Mushkiladiisa wuxuu diidan yahay oo ka dagaalamaya in la yidhaahdo musiibadan iyo cudurkan waa cuquubo ilaahay addoommadiisa ku ciqaabayo. dhakhaatiirtii waaba garanaysa see buu cuquubo ku yahay buu taagan yahay. Tayib, waa maagay marka culimadii buu aad u maagay oo uu ku sheegay inay aqoon darro iyo jahli hayo. Wuxuu intaa ku sii daray haddii cudurku cuquubo yahay oo argoosi ilaahay yahay, dadka ilaahay u noolee diinta u dadaalaya cibaadada badan ee saalixiinta ah ayaa cudurrada adduunka ugu xunxun ku dhacaya. طيب ما العقابي بيقول لك واسق الله عز وجل والشبهه وحنون بيقول لي وحني ميدك مساجك كو جيرنا وا كو دحا ميدك بارك خمرده كو جيرنا وا كو دحا. طيب وكلمه صح حدتك دو كو دحا، لكن عقوبه الهي ما هي من سماه، ما هي واخ كدشاي بني ادمك فللكيسا oo dembi ay galeen ka dhashay mise waa wax iska dhashay. Tayib, kaasi saas uu dooday. Mid kale wuxuu yidhi waa Soomaali isagana, wadaadku waa wadaad arrinta ka hadla, wadaadku wuxuu yidhi caqliga naga ma ixtiraamin, naga mana xishoonin, hadduu yahay cudurkani wax Ilaahay soo diray muxuu dadka xajkii cumrada ugu diidayaa? ilaahay wuxuu soo diray oo addoommada ku soo diray oo ciidan ka soo dhigtay, see buu xajkii iyo cumradii ugu diiday dadka? War wadaadow caqliganaga ha ku ciyaarina oo caqliganaga ka xishooda. Waa Soomaali baa soo hadlo. Waa mid kale. Mid kaloo saddexaad wuxuu leeyahay caqiidada dadka iyo camalkooda in cudurkan lagu xidhay waa khalad, xayilay cuduradu gaala iyo muslimba way asiibaan, beled kastana waa ku dhacaan, xataa beledka ilaahay xurmada leh ma kuuba ku dhacayaaba. Marka maxaa gaal uu ku dhacayaa iyo gaal uu ka bilowday iyo dadka macaasidooda iyo kufrigooda iyo xageed ka keentay warkaas? Halkaana mid kale ka buskixi. Mid kale wuxuu yidhi shubukeena, wuxuu yidhi taacuunkii cumwaas, taacuun cumwaas waa sanadkii 18-aad waxaan umaleynayaa hijriga inuu ahaa, taacuun ka dhacay Shaam xilligii cumar muslimiinta u talinaya, oo dad aada u fara badan oo muslimiina laayay, saxaabo badanna ku dhinteen. Daacuunkaasi ma wuxuu ahaa buu weliba xilligii Baytulmaqdis la furtay buu ahaa? Daacuunkaasi ma wuxuu ahaa buu yidhi ilaahay inuu muslimiinta u cadhooday? Muslimiin buu laayay, shubahadaas uu keenay. Mid kaloo shanaad wuxuu yidhi war waxan waa cudure ka hortag iyo dadaal buu u baahan yahay, wax walba diinta xaggeeda looma tiiriyo buu yidhi. waxaan wuxuu u baahan yahay in la raadiyo qaabkii dadka looga hortegi lahaa, loo daaweyn lahaa, laakiin wax walba haddaad diinta salka u saartaan see wax idinka yihi. Mid kale wuxuu yidhi khatiibka arrinta ka hadlaya mushkiladiisu waxa weeye diinta unbuu garanayaa, laakiin culumta kale aqoon uma laha. Halkaasaa laga soo galay. Mid kaleeto wuxuu yidhi oo ilaahay markuu addoommadiisa ciqaabayo ma dagaal buu kula jiraa? Addoommadiisu abuurtamiyuu la dagaalamaya? Ar waxaas cilmi la-aan waay. Ma intuu xanuun yar sameeyo yuu haddana dirsanaya addoommada ku dirsanaya miya? Isagoo adduunka dhanba hal mar halaagi kara muxuu uga baahan yahay inuu dirsado ciidan yar? Fayras inuu dirsado muxuu uga baahan yahay? Waa Soomaali kale. Mid kale wuxuu leeyahay oo ilaahay ciidan kale u waayay,
maciidan corona dhaamu ilaahay waayay buu leeyahay. Markuu corona soo dirsanayo waa Soomaali kale. Wuxuu ku daray dowladuhu hadday iyo bini aadamku hadday daawo u helaan xanuunka oo ka adkaadaan, soo macnaheedu maaha ilaahay ciidankiisi baa laga adkaadaa. Ya hadii daawo loo helo soo ilaahay ciidankiisi lama jabinin buu. Waa mid kaloo Soomaali oo jeesjeesaya waa kuwa iyagu kelimatu kufri oo cad oo ilaahay caayaya af laga deynayo hadalkooda ma soo guurin karo. Anida kaga kaftoomo wararkaas waxa qorayad arkaysaan waa Soomaali. Qaar baa waxay leeyihiin ilaahay iska celiyo, ilaahay dagaalka inuu gula jiro aan iska celinno. Soomaali gaala ka soo dhex baxday, Soomaawidi Kristo baa ka soo dhex baxay, mulxidiin baa ka soo baxay, kuwa aan diin lahayn baa ka soo baxay, kuwa aan ilaahay rumaysnayn baa ka soo baxay. Soomaali boqolkiiba boqol waa muslimta inuu taagnaan jirnay warkaa laga daba imaa. haddaad social mediaha iyo waxa la qorayo iyo commentiga iyo firaqda iyo waxaan haddaad yacni la socotaanna waad fahmi kartaan in badan oo Soomaali ka mid a inay diinta u hore ka dhaqaajiyeen. Marka sidii hore arrintu maaha, waa la soo galay. waxaa u darnaa mid Kristan baan nahay dhahay, annagu Kristan baanu nahay, annagu ilaah dadka cadaabaya ma rumaysni, annagu dadka waa u naxariisanaa, annagu dadka kii xataa na dhiba waa u ducaynaa. ilaahan qur-aanku ka warramaya dadka cadaabahayaay ilaahay runtaa maaha. ilaaha baybalku sheega ee naxariista badan ee annagu rumaysanahay kaasaa ilaah. baybal lama yaqaano, qur-aanna ma yaqaan, hadda baybal ma yaqaan. waa waxoogaa afka loo geliyay dhowr kelimo laakiin xataa baybalka ma yaqaan. walaa kristan buusan aqoon, walaa taariikhdii kristankuusan aqoon. kristan maxay adduun ku soo sameeyeen? iska dhaaf taariikhdii hore iyo xurubu saliibiya iyo majaasiirtay geysteen iyo iska daa. casrigan hadda aan joogo kristan maxay u geysteen adduunka? gumaysigii reer galbeedka ee kaniisaddu la socotay ma ahayn miyaa? kristan ma ahayn? adoonksigii afrikaanka ee badaha la gudbinayay maraykan meel walba la geystay yaa sameynaya? ya kristan baa sameynaya. adduunka yaa nuclear ku baabi'iyey? soo kristan ma ahayn? waqtigan hadda aan joogno serbiya yaa baabi'iyey? soo kristan maaha. caalam alislaami yaa baashal ku garaacayo? soo kristan maaha. waanu naxariis badan nahayo annagu xataa kiina khilaafa waa u ducaynaa. adeer waa inta kaniisadda lagaaga la qiimay waayo. laakiin kristanna taariikhdiisa ma taqaanid, walaa baybal baadan garanayn. masaakiinta soomaalida kristanka sheegatay inay gaaloobeen sheegtana mushkiladooda ugu weyn waxa weeye luqmad bay u gaaloobeene, laakiin xataa diintay galeen ma garanayaan. aad ishkaaliyatu. marka mid noocaasa jiro isagana ilaahay caayaya diintana caayaya. tayib, intaasi waa asbaabta keentay inaan mawduucan ka hadalno. maxaa keenay? lianno culimmadu say mawduuca uga hadleen ayaa waxay dhalisay in ilaahayna lagu xadgudbo, culimmadiina lagu xadgudbo, diintana lagu xadgudbo. laba kooxood weysaan horey u sheegay, qaar aan diin lahayn iyo kuwo muslimiin ah laakiin masaladu ku qalloocatay. inaan marka waxoogaa isdul taagno oon caddayno, waqtigu waa kooban yahay, laakiin waxaan isku dayay insha allahu tacaala inaan soo koobkoobo masalada. markaan ka hadlayno masaa'ibta dhacaysa sida qur-aanka iyo sunnadu ay u qeexeen, waxay hoos tagtaa mabda'a la yidhaahdo mabda' alqadaa walqadar. in la rumeeyana waxay ka mid tahay tiirarka iimaanka ee lixda mid ka mida waayo, shanta tiirul iimaan. mid ka mida waxa weeyaan wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharri, inaad qadarka rumayso iyo wuxuu ilaahay adduunkan qorsheeyey iyo wuxuu samaynayo, in aad rumayso qadaha iyo qadarka, kiisa kuu fiican iyo kiisa kugu xunba. tayib, saxaabaduna dadka mabda'a beeniyo way ka bara noqon jireen, waxaan ijmaaco la isla ogol yahay mabda'a asal ahaan ruuxii beeniyo inuusan muslim ahayn. ha la rumeeyo al-iimaan bilqadaa walqadar. maxaa laga warada? waxaa laga wadaa afar arrimood inaad rumayso. kow, wax kasta oo dhacaya ama dhici doona inuu ilaahay cilmigiisa ku hormaray oo ilaahay horey u ogaa inaad rumayso. soo qodo maa?
إن الله بكل شيء عليم وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقضب قضب كلا بعد وحويان وحو البور دعي انتو صندعين ألا مركو أغا ذيك دي بهوري أسي أغا وقري هادنا وحو البور دعي أسي قري ووحا لغو قري الديوان كوين لوح المحفوظ كي وحو البكو قريه أيضنا وحا شيغيسا أيضا فربضا أيضا هاد اللي لغو تجيني مغرب كي باكم دا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إنتا نان أبو رمبا كتاب بكسي قري سمارت وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وحلولك دعدي سكمقا أما الصبادة كمقا مجر إلا ملبك قري وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إمامك وكتاب مرك وحو البواقري حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويمر قاتك عيسى مرك إلهي هرو أوغاد وحكست وأنا قري سو قضب كل هذا ما قضب كسد حادي وحو الشيء كستو أدونك كدعية الله تبارك وتعالى دوني دي سو كدعية المشيئة والإرادة شيء صن إلهي دونينا كون كيسا كمدعي كرو وح كستاء ورعية إلهي وحكم رعية قدرة ديسة دوني تانكي سيرادة ديسة وحسن دوني نمدع كريه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد إلا أن يشاء ربي وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كله يعني مشي هذا إلهي الدوني التيسة وحكوه أصبح يمجر ومرتبط الصدحات وما مرتبط أفراد إيمانك قضاء وقدر رمي مركا اللي قوله مرتبط أفراد وحوي إن إلهي تبارك وتعالى أويهي متك وحو البأبوره وروء قاذيكو وقري اللبا مركو دعر ربنا ودونا إنو دعوه صدح مرك أفرادنا إستقى أبو رسمي وحسن إلهي السمينين كون كمتشر ومن اتشر كرام صحبا أما هنقضوا الضوام هذا أما الضوام هذا أفعاش وضوح وحي السمينين هنقض كل إلهي بابور الله خالق الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون إذنك إستقى إذن أبوري عمل كيننا إذنك إستقى أبوري مركة ومرتبط الخلق وهي مركة اللي قولي هي قضاها إلهي قدر كيس الرومي أفرطا مرتبا لك وضا أفرطاس وساس يسود بيالا رومي مركة سيدا الرومي سو وحوال بو دعيا إن إلهي هري أغا إنو هري أقري إنو إساق الدوني إنه إساقو أبو ريو أهيسيو يوصو ساري مركة تساء الرميسو ملاها أتكفى إيدي سوحوية ثمرادو وحوها مبدأ مركة رميسو نلوش هذا وحي نقول إساء نلول إسو ديلتران نلول ميزامن وحاد ويدينا مرق يسترس يعذر كو مردو وحاد هشينا كبر يسلوين كو مردو نعم كون الشكر بيكنسن واتك شكرن نقم كاي مصائبتنا واتك شكرن وحلو واتك صبري سيدس دراديت روحا مبدا ارميسن نولشيس وا نولل اسو دليتيرن او ميزامن واه وانا معناها ايد لو شيغو ربي تبارك وتعالى ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير محل مبدا لو شيغيا لكي لا تأسوا على ما فاتكم واحد سوغيسين وربتين وجعشين إذن طافود ويدين إن إذن أمرقين حيلي واحد ربتها داد ويدو وحاكا أغفل إلا تلاحظة سو إلهي ساوق متلقلين ومقرنين ها ورو أقرنين أننهلين وكفا محاولي سوغولي ببا ولا تفرحوا بما آتاكم
wuxuu idin siiyeyna inaydan ku kibrin. Hayle wuxuu ku siiyey haddaad ogtahay inuu isagu ku siiyey, kuu qoray, kuu qadaray, isagu kuu abuuray, horeyna waxaan u qornaayeen, ee maxaad u kibriba? Xoog iyo xeeladaad sheegata maba jira soo maaha. Ilaahay baa ku siiyey, isagaa qoray, isagaa qadaray, kibir ma leh marka. Marka kibirna ma leh, argagax iyo stressna ma leh. Markaad mabda'a rumaysanta. Saas daraaddeed, waa mabda'a muslimiinta iyo mu'miniinta rumaysani, xaalad kale kastoy ku sugan yihiin, noloshoodu waa nolol degan waay, nolol xasiloon waay, nolol aan stress iyo wareer lahayn. Ka dhibanna waa sabraya, ka barwaaqada haystana waa shukrinaya. Walaysa dhalika illa lilmu'min. Mu'min kun baa iska lebu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Wa masalada mida ayada kale ay sheegayso Rabbilahi tabaaraka wa ta'ala, ma asaba min musibatin illa bi idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Ruuhi ilahi rumeya qalbigiisu hanuuninaya. Waa u tegi doona. Tayib, hadaba aanu nimaadno cudurrada. Cuduradu musiibooyinka ilaahay keeno kamid ma yihiin mise kamid ma? Musiibooyinka ma ka baxsan yihiin mise waa musiibooyin? Cuduradu musiibooyinka kamid yihiin. Tayib, musiibooyinka miyay iska dhashaan mise cid kala dhalisa mise ilaahay baa dhaliya oo adoomada ku dira? Meesha wadaadada lagu haysta halkaa waa. Wadaadada waxaa lagu haystaa maxaad u leedihiin musiibadan xanuunka ah ilaahay baa adoomada ku soo diray. Meeshaasaa lagu haystaa wadaadada. Tayib, ama qaarkood waxay leeyihiin in la yidhaahdo waa ciidan ilaahay soo diray waa qalad. Qur-aanka kariimka ilaahay wuxuu ku sheegay samaawaadka iyo dhulalkaba ciidamadiisu inay joogaan. Walillaahi junuudu samaawaati wal ard. Culimadu waxay yidhaahdaan waa jumuucu samaawaati wal ard. Dhulalka iyo samaawaadka isugeyntoodii waxa ku dhex nool oo dhan ciidan ilaahay waa. فلو سلط الله اصغر خلقه على جميع العالم لقهرهم بوي. سمعاني هدي الهي مخلوقات كيسا كو اوغو ير كو اوغو ير اوغو ضعيفسن وعالمك انتي سكله كسليدي لها وا كا ادكانيا marka macna waxa laga wada wax walba ilaahi bay u hoggaansan yihiin oo hadu amar siiyo wa amar qaadanayaan waxa ilaahi amarkiisa ka hor iman kara ma jiro marka saa waxa ilaahi waxa kamida malaa'ikta samaawaadka joogta waa ciidan alle waxa kamida jinka insiga dhulka jooga iyo qeyrkoodba. Tayib, hadiis ba jira culimada qaarkood xasan ay ka dhigayaan qaarna ay dhaafi ku sheegayaan. Xadiidkaasi wuxuu leeyahay laa taqtulu jaraat fa innahu min jundillahi al-a'zam. Ay hadilina ciidanka ilaahay weynaa weeye. Culimadu dhaafi bay ku sheegaan min xayth al-matni من حيث المعنى نضعف بيكوش يغانو وحيليهين لأنه أي حق إن لعنا لينو أقول هذا لما الشيء ويقول لقورين لعنو كمدي. طيب مركا إن إلهي تبارك وتعالى مصائب تنكسو ديري الضوامض ويحقي سكا إيمانيا ويعقوبيهين قرآن كاقي حي مركو إلهي كهل لهي فرعون يقوم كيسي وحو قال لي تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. مركي لك رواية مضح أذيقين أيو إلهي وحو كسو در الطوفان دادت يروبب يطبيلو أي إلهي كدري يا صدري فأرسلنا عليهم إلهي وحو كسو دري wuxuu ku soo diray ayax beerahoodii dalaggii wax walba ka baabiyey. Wuxuu ku soo diray qummal, qummalka suuska bahalka yidhaahdee gala beeraha galmiya manjirba waxaa kada waa un xasharaad, xasharaad ilaahay ku soo diray. Wuxuu ku soo diray dafaadic waa bahalkan la yidhaahdo raha qoliyuhu qoliyuhu ilaahi raha ku soo fasaxay. Raha baa lagu ciqaabo lagu soo fasaxay waa ciidan ilaahi. Qoliyuhu wuxuu ilaahi ku soo diray isla ayaga way waxaa lagu soo diray dhiig baa lagu soo diray, dhiig baa lagu fasaxay.
آيات إلهي واي ولا عاد عدي لك لا دغدغاي مركي انت سو دن لو سو ديري كدي فاستكبروا مين وانا قادنين وا اسلا ويناده وي سي كبرين وكانوا قوما مجرمين مركي يا سو ديري وحيالهاس حشرات كم يديهن يا إلهي با كو سو ديري ادومديسا نينكي لا إلهي ما سو ديرينو اما قران كادن غرانينين او جاهل بات اما ملحد قرانك معنيه سديدن بات لبدا ميد واه إلهي با دومودو كو خقابو كو سو ديري وحيالهان علمي درنينك كو تلمامي يا لاب لكع نينك كو تلمامي يا اما انو جاهل يو قرانك با كورهينين يا اما انو قرانك معنيه سين كرسين لبدا ميد واه طيب الله سو ديري مصائب تو دنا وا سدا سو قرانك كريم كا إلهي و كو كعبري في سورة الأنعام قل إله كهلي ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون أمضه أيان حق هذا الرسول أدرنا نبي محمد هرتابا أمضه الرسول أدرنا طبعا الرسول شيء مركي بينيين ولا كيري ويد مضح أذيقين قال له حولي فأخذناهم بالبأساء بأس بانكو قبرنا بأس كم حوية فلماذا حيلي وفقرك ينلوش حليرك شاء البأساء والضرار وحيلي نكون فسريان الأسقام والعلل العارضة في الأجسام وحنون نضى وعذر الرضى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء نلوش يلقوح فقري يأسعارتك عدي سعر بر والضرار عذر لعلهم يتضرعون سيله يتضرعان يا قصدري يا صدري الله تبارك وتعالى قرآن كعديني طيب ألك وحي نمرك كجتش وابني قرآن ككريم كحديث النبي لو أتجدون الناس عد وحوق حي مصائب تكرد عيسى للك آدمها كرد عيسى نوع عيدوني هالنقطه إلهي بقى صوص لذي إلهي بقى الضوء ماذا قصدري تبارك وتعالى إلهي بقى أبو ريا إلهي بقى صل لذي إلهي بقى دريا ما هو واحد سكر دقائق يسكت تصرفه يا ما هو واحد إلهي كوسع ذا إن هذا ذي سي أبور كيسي سوسار كيس كوسع ذا واحد طيب قدر كأنه وحي جوحه يهي استجر أوبا هنين يكتشوا ابنه مركو إلهي إنه صوص هري وقرآن كوسوجي مصائب تنعيسا هذانا قرآن كوحه إسكوح ري مصيبوين كان رعية هي آدمها فعل كيس مصيبوين كان إنه كو إيمانيان سبب بني آذن خلط بني آذن قلي معاصي الذنوب قال نبي إلحاد دنبيه إن أي مصائب تاني كو إيماني سوي سبب سنيسو سو هذا قرآن كاقيح سيدة ازدرادت وركي أها مددك إلهي لدك علمي هو هاي عذر رضن عقوبة الله سوى درمية إلهي با ضدك ليني إلهي با كل عقابي وركاز علمي كما صليس وإسكا عادفة صحمة ما حد دليل آيدا قرانك آيدا آدف ربضا واحد وحاكم إذا قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ما أصابكم من مصيبة وح الله وحي مصيبة إذن كل عدو إذن كل عدو وح كستو مصيبة إذن كل عي نعي دونها آت فبما كسبت أيديكم سببت يدو وحوي وحي قعمه النشقيستين وحا اللتي ما دين با السبب وأه طيب أيدك الله وحولي ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وحي نبك قاري مصيبة كقول عدي نفط هذا سببها آيات كلا الله وحولي أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ده قال كي وحي تومين ملكي إلا شبايو صحابة وحسوك قارين وسؤاشا نتمت محي كقول عدي أن هذا الله وحولي كويري قل هو من عند أنفسكم نفتينا أكتي ضبا شبكو كأهذا إذن كان سبب صدي شبكا إذن قاري إيا عدو قينو نوليب إذن قارسيو طيب وحكم إذا آيات رب إليها أو يوبقهن بما كسبوا كوا بدل لقوها لاقيوا
waxa loo halaagayo musawada ugu dhacaysa wax weeye bima kasabu hadda tiraahdo maya waxay kasbadeen ma ahee markabkiiba matoorkiiba ka halaagay warshaqo waxay kasbadeen ma ahee waxdi waa wax la fahmi karo markabkiiba matoorkii ka halaagay cilad ba gashay cilad bay la halaagsameen ee ma aha dambi ay galin ilaahi la halaagay hay'ada quraanka wada qriisa sheekh wad qriisa shunu hada soo wax la yaab lama wax ajib ayad kale allah wuxuu leeyahay wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim in tusibhum sayi'atun bima qaddamat sababiyaw bima qaddamat wax gacmood hor marsade waxa kamida wama kana allah li yu'adhibhum wa anta fihim wama kana allah mu'adhibhum wa hum yastaghfirun ayadaha macnaha sheegaya marka way farabadan yihiin ku dheeraan mayno ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون مصائبته ان عذابته هنا ايضا شيخ سوما الى يبادومد كو عذابيه كلينيا وخلد نينك يري ايضا حقي مري ولنذيقنهم من العذاب الادنى وحن ددنسينا عذاب كي سوكيهي وميدك الدنيا دون العذاب الاكبر عذاب كي وينا سوكديس اما كي يراب ان ددن سينينا كي وينا سوكديس لعلهم يرجعون سي وصول نقدان عذابك لا ددن سينيه سي وصول نقدان اي الله عذابك عبيري ومصائبته كدحايس وبارها والضفانت وعود الردى وقطره وانا بتقلي الردى مصائبته كدحايس ايا لغا ودا العذاب الادنى الهي ما عذابك عبير عقوبك عبير طيب ايدها معناها شيء مركوا فربديهين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحكم ذا حديث اسامه بن زيد وحي رسول صلى الله عليه وسلم مركو كهل ضاعونك ان هذا الوباء رجز اهلك الله به الامم قبلكم ضاعونك وعذاب روايه كلاسي لهذا ان هذا الوجع رجس وعذاب رجس وعذاب حنوكني ضاعونك وعذاب الهي اوكو هلاغي امده ادينك هوراي وقد بقي منه في الارض شيء يجيء احيانا ويذهب احيانا ومد لو عقابه بامر كره لو سودجي لكن دولك قاربا كغه هري حنونكي اسغا ما بابين مر بو سوكعيا مر نوا تغيا ابو نبي قر صلوات ربي والسلام عليه فاذا وقع بارض ضاعونك هدو دولك دحو فلا تخرجوا منها دولك او كدعي ايدي جوقتي سن كبخين وإذا سمعتم به في أرض دل او كدعي هداد مقشانا ومركا ايدان جوجين فلا تأتوها هو تجين هجلنا ديت كاسي وحديث صحيحين كسو صاري عفايدين يا عذرك الداعون كلي دا اسل كي سمركو بني ادم ككوب لا بني امد الهي عذابي با لو هلاغي علمدو معناها داعون كا اسكو خلافان وقار وحي ليهن حنون كاستو او عامو بني ادم كباب يا داعون با لدا sasdaradeed ba qarkood waxay siiyeen cuduradan fayraskan kolba kacaya ee noocyada kala gidsan abtirka kala gidsan leh ee bini aadamka baabiinaya qaar ba waxay siiyeen ahkaamti daacuunka laana culimadu hor qaar ba waxay ku fasireen daacuunka inuu yahay cudur kasto caama qaarna waxay leeyeen waa cudur khaas ah qanjidha soo baxa si gooni ah jirka u qabta xadiiskuna kaasta macnaha dambu xojinaya daacuunku inuu yahay cudur khaas xadiis khaas ku soo aroon almuhim النبي صلى الله عليه وسلم أفيت سدا سدا يعني ولا تعامل داعونك إذا رضى نوعا كلا سدا ولا تعامل وسدا هذا أدوك ولا تعامل يوه وحلي هذا الحجر الصحي ماشو كد اللعي أنت كشرتنا إنا نصابحن أنت كم قلنا إنا يسنجلين سأدوك أحد قابك أو مداويني نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلام عليه مرة اختربوها يا جزيرة العرب وكفري ولي علمي دخترني بدا ما اخرسني صلوات ربي وسلام عليه لكن هو وحي ربي هو وحي ربي ونبي وحك داوينيا صلوات ربي وسلام عليه طيب تانا وحي تلمانتي ونصوص تاسي تلمامين حنوندا مصائبته اي حنون حنوندا اي عذرده كم بديهين ان اي كو ايمانيان سببتا بني ادم كذنوبتي سين كو ايمانيان ايدها فرح بدن وكلا سوقح ninka yidi marka bini aadam dambi uu galay sabab uma aha masaa'ibta dhacaysay yaa ima quraanku jahil ka yahay yaa ima wax way waan kirsin amrani ahlahuma mur tayib
وحال تلمامينا هذا مصائب تنرعيس إلهي تبارك وتعالى أدوما ذا أكور ذا حكمة ذا كل شرطة محيطة وأرن مهمين إنه برانو محيطة حكمة كل شرطة لأن إلهي تبارك وتعالى شرعي قوتي ذي أحكامتي سشرعي قنا حكم بيكوصة ليسنته أفعاشي سنة حكم بيكوصة ليسنته إلهي وحيس كما السمعي صوما عبث عيارنا وحيس كما السمعي لكن وحيس السمعيني حكمة بيكوصة ليسين مصائب تنرعي سمركة عذر رضا أبارها للقرير رضا يعني علادها مصائب تنرعي سبيني آدم كإن بضم بابئين يسي هلاقي يسي حكم ككترة محيطه مع حكمة ككترة طيب إلهي تبارك وتعالى حكم آدو فربضاً أيو كليه حكمة ده هو حكم إذا كترة الضومضو مركي كبران وقوقان ويسهل مامان إلا حسوسيه إن إلهي أتضرعان وتنصمرني لعلهم يتضرعون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء ما حنوا النظر فقر الله قبطي لعلهم يتضرعون سي إلهي أقو تضرعا لأن إلهي الله يسكو مسكيني للك الله يسرق لبري حكمة دوين عمل إلهي تعالي هاي باكرنا الشيء الضوم كيو اللي إدبيين ويكدلت سو حكمة دوين ما لأن هذا ليس إدبينين بين آدم كوا كبريا ورقاقيا وحسنا هين با اسمودايا اسقو كبرسن او عيركا اسلام مرحايو وحسنا اسمودهايا ايا وخوغا حنون ير لوو قبانايا مرغاسي حقيقتي سو بايسا هدو الهي قانا غعمه تاغنا هدي كلا عبادكيسا دمانايا سوما عبادكيسا للا جوغين سيداس دراد لعلهم يتضرعون وحكمه حكمه لبادي وحويه ادومدني اني الهي اسو نوقدان او خلادات كان كيناي مصائبتن اني كسو نوقدان يدنا مصائب توي ويمانيسا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون سيوصل نقدان ظهر الفساد في البر والبحر بما أكسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إن أضمد التوبة كينان إلهي أصول نقدان إن بدنا أيجا كم إذا نويد عذاب إن مصيبة أي سبب النقطة إنه إلهي حسوس توصل نقطة. حقرنا يا قصون ذات كان كفؤ النقطة لعلهم يرجعون إنه وصل نقطة إلهي تبارك وتعالى. مصيبتني مركب سوئلين أدومدي لسوئليني. قارن صون نقطة إني بعشرو سي كبرية. كوا إلهي وحكولات ما يا مركي سي كبران. سنة لا سنة الاستدراج. يجا مركا والله سي سيتدارين ولا سي لوكوين كدي من ولاغا تخلص طيب مركا حكمه لبادي وحو ويان ادومد اني سو نوقدان حكمه سدخادي وحو وي ان الهي تبارك وتعالى عدوغيسا اي غالده انو كعقابو ايدنا وحات البام يا ايده بدون القران كاميد مركو الهي امده دورا كسو هادلي سوره العنكبوت الله وحيري فكلا اخذنا بذنبه ومدهاس ميد والبوانو قبنى دنبيكيسا سيبتي سانا او قبنى قال نما الحادي دنبي اي قلن بالله قبت فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال إلهي وحكوها لاغي ضبيل قرور حوتا بالغو بابي قال وحلوها لاغي قيلو قال للك للقوي قار بيا إلهي كدري وبيا هلاقي كل يقول لك محيص وابصدين فكلا أخذنا بذنبه ذنوب الكلام واي وركاس إلهي حكدن بيسي وما كان الله ليظلمهم الله موسى نهان أدومدي سمي الظلمين يا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أيها النفتوذ الظلمي خلاضات كي قلام بالو بابي حديث كي أنه هذا صامرني نبي يقول مركو كهل يضاعون كوحوه صامهين إن هذا الوباء رجز أهلك الله به الأمم قبلكم عذاب هذا عنك ومدى إذن كهر إلهي كهلاكو كبابي حنونك مركا واحد قوبة قال هذا إلهي وكذا أرقو صنايا وكو عذابيا وكو عقابيا وكل لينيا قرآن كي سنة الشيخي سوصة اسمع
قرآنك سنتي بس إذا أشر حياة أنا ضد المسلمين القرآن يسون رمي زمانه ملحدين ملحدين لا ويا لا طيب حكم ككتير وح كم ذا مصائب تأضم هذا كرنا عيسى إن أضم هذا اللي جعل لي كبير كأي حد جذبك إن الله شاء الله قدر يقول الله الحجاج سود اللي ترانه حقنا أين هو جذبين حقنا إيسان ودعم معايا لهدي أمبر واقل لوسي دايو ومصائب تلاقى إلالي ويكبريا وين قوقيا وأنا طبعا إلهي أبو رتيبة كرنا إن السدايين سأصدرت بقى الله وحوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير إلهي هدو أدومدي سرزقك أوفذين لها سندو الببرواق الله قرئي لها حوروه أرل لهايين بيروه أبحي لهايين برواق أولودين لها ويقوق لهايين بالله سبحانه وتعالى ويكبر لهايين لكن إلهي وحو سودة جنيا وحو سودة جنيا قدر كور ربو سودة جنيا سند بالا برواقين يا حوله با اترميا بيره با بحيا والا برواقوبيا مركا عيركا اسلام بريانو اي وحوغا اما كبرين اما كبر قلي ايا سند كدن بي قياس تي بالا ليرين يا حوله بالا بابين يا سوما دات كي با دمان يا والا سونو قنو يا بنا آذنك مسكين نمدي سالتو سيا سوما مركا زجري با كجرا وحا كجرا مستقبلك مركز أركتو مصائب تنعيس إن الذنوب كو إيمانيس إن الروح يسكى إلالي صوما ورهوي وأنا قصة قصص كقرآن الكريم كا مركز الله ينوغا ورمي أمديه هوري وحي كرعي عقر كي حكم ككتر وحا كم ذا وحي إياغا لقو هلاقي يسكى إلالي مركز ودرسي إسلالي طيب كواسي وحكم عامة waxa ku jira xikmado khaas ah oo dadka muslimiinta markay masaa'ibtu ku dhacdo soo hadda nimankii aan soo sheegnay warkooda kuma jirin haduu yahay waxa wax ilaahay soo diray muxuu muslimiinta ugu dhacay sooma oo maxaa xaramkii dadkii cibaadeysanay loogu salin soo warkooda sa kamid ma aheyn marka gaalada ilaahay uu ku salidayo masaa'ibta iyo markuu muslimiinta ku salidayo way kala duwan tahay meela qaar koodno way wadaagayaan muslimiinta mu'miniintuna waxbay kaga duwayeen gaalada marka lagu salidayo mu'miniinta musibaha ahaato cadaaba ahaado uquubaha ahaato laakiin dhanka kale waxa ku jirta masalix waa weyn ba ku jirta oo iyaga ugu jirta waxa kamid midan ruuxa muslimka markay musibadu ku dhacdo mu'minka ah dambi dhaaf ba ugu jira يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه مؤمن كمصيبك مرعب لب رفات همي مرق والبهار لب كله حتى قد أحد مذي سنة هنقطه إلا إله ذنوب تسكر دافعه وحديث متفق صين لوجود من دافع مجهد وحلقة يابا أعماش هذا إني كين ويدا دمداف استغفار هذا إني كين ويدا دمداف ما بلقوا فتشين وياه ألا إنه دمداف كأجر دجا مصائب تنكو قد عيسى طيب لو ما بتكفي عن مرك دم بيجا إنه لقوا داية لقوا عذاب إيه وحوجا عذر يا مصيبة أنت كوسا هرمرت الدنيا ده إني لا هي كوقد عف كيرون ها أنت مصلحة مرك غيا وذي إني نكون مخن طيب حديث معناها تلمام سوى حديث متواتر أول إن المصائب تدم بلاف كينا المؤمنين تا ومتواتر حديث تاس طيب وحكم ذا رفع الدرجات مؤمن كمركي مصيبة كل عضو درجات بإله كرو قاده لكن درجات كعلماء قال وحي ليهن وحي كرلتا مركو مصيبة كصبرو مصيبة دي باكو قد عضي مسألة الدم بلاف كوا مسألة كالي لكن إن درجات كهشو ثواب كهشو صبر بيو بانده marka aad ku sabirto marka awalna waad ka heli darajadna waa lagu kor lagu qaadi waxa ku tusay isagana xadiith abi hurayra nabiga uu sallallahu alayhi wasallam inna ar-rajula takunu lahu al-manzilatu 'inda Allah fama yablughaha bi'amal hatta fala yazalu yabtalihi bima yakrah hatta yublighahu dhalika ibn hibban ya hakim ghayr qad soo saaray
روح واحد شري إلهي منزله سرت شن هذا وقى قري درجة سر الله قري عملك أوسميين وناك سنة درجة ذاك وما جاري كرم الله أكتي سنة درجة سر وقى قري مركزه إلهي امتحانية مصائب كل ذي سيد درجة ذا سو جارو يا صلاة هذه الصوم كأجي عبادات كأجي كوجارسين وين ماشي إلهي كو قريب كوجارسين وين سي إلهي كو جارسي مرك مصائب كو صلي ذي سي درجة ذا أدو جارو مرك درجة ذنا مؤمنين توقوا هلا إلهي أكتي استوارك وتعال وحكم ذا إلهي تنذي س روح نظيف الروح أنا هين مقالو سيداس دراد مصائبته مؤمنين تمرك الله فيريا وعذاب صهر مري أو لجاجب باتشينا يمتك دمبة سيدا واحد المامية حديث أبي هريرة نبي صلى الله عليه وسلم روحا وصنا يباقضي أبو هريرة للسعودي لنك حنون أذكب الروحة هي مركز النبي وحكور صلى الله عليه وسلم أبشر بالشعر يزب وكور لنك حنون سني فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا حنون كان ونار تيدي أدون كيغا مؤمن كان أدون كسلطيا لتكون حظه من النار في الآخرة دفتي نار تآخرة وكلها سي أدون كأوقات آخرة أنا أعذاب أيان نار تيدي أدون كوكوسو هرمرين أول مارك حنون كان وات كيسو كان رضن يرفات كان يحضر رضن يؤد القاضو وحكوين باكو جير مصلحه كوين باكو جيرتي ان عذاب اخر لو غليو سومرنا انت حنون كان يركي ادونك ساسوا طيب احمد بن ماجه التنويد غير كود باصوصر واحد صحيح وحصره وحكم يمس حنون كان روح مؤمنك خاصه حنون نده هلستا هدو ادينتو وا شهادو و هو لترجن نكونيا سيده روحا لو ديلي معركه دغالكا غالده روحا لو ديلي او كلي ايدنا سو مصلحه وين ما وفربد عذرها هلستا مركه وبديه الشهاده لو قاطو وحا كميد النبي وحور صلى الله عليه وسلم روحي ضاعون ودنتا وشهيد روح على الشبن ودنتا يا علي جيري كلورميو شو على الشبن روحي ودنتا وشهيد روحي بيه الدلان وبيه كدنتا وشهيد روحي ميلي كدنتو غريبا كدمه دسما كدمه و كدنتا وشهيد روحا معركة الدجالك اللي جد لي والشهيد إسلانتا المها كدمت يضو فلان يزيد مت المه بصاب النقض يود مت يفوش أيضا والشهيد من رسول الله عليه وسلم أما النفاس كذي بيود مت طيب روح الدب كدعي دب الدلي والشهيد من رسول الله عليه وسلم عذر دين عجله وذا تجنب الليلة روحي أدنت وشهيد بنبي صلى الله عليه وسلم عذرك قاحد الليلة روحي أدنت وشهيد بنبي صلى الله عليه وسلم يا ويتخذ منكم شهداء الله مركو كورم يدقالك أوتشيدي قال هذا إن لا تدقالهم مصلحة حكمك كتشير مركو ألا كورم يوحي لي حكمة دوحة كم ذا إنه أدو مديس كسم استقار شهداء سوما إني أدوميدي سالشهادة كصبحان ألا درتي أشهيدي أكتي سنة درجات كوياشا أيا كم إذا حكم ككوتي رحنو النظر لكن تتكا عقل قاب كما قونت الهين أين قاري كرينين معاني ذا يحكم كالساقا سيداز دراد يدباد قران كرتان حديث كي نبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيري نبي قولها من يريد الله به خيرا يصب منه روح إلهي خير للربو وأصيبا يا حديث ابن حبان كوي يبدأ وحوليه نبي صلى الله عليه وسلم نبوي من حق بدن وقيل شراء أهو ما لها ولي يبقى حموصان مركز النبي وحكوري إما ملد متقانا وإما ملد وعقان رضا وعقان رضا متقانا ما يا ولي قام ماذا قرنان ما نقرنان ولي قام حنوكو مقبان إما قبان نيكي مركو دقاقي أيا النبي وحكوري صلى الله عليه وسلم روحي دونا ينين أهل نار إنو أركو نكافيري ونبي صلى الله عليه وسلم بمعنى وحوي هدابا لقو قبانين با يا قال هان أت صاحب معصيته الذنوب نلاه ذا هذا نحنون كلا جاء إلى لي قال هل بيشرتاوي معنا صوما ديا كرتاين ولا يكون عافية ديا كرتاين لو عقاب والله أعلم معناها ساهدنا وحكوي ماري حديث كاتقانين النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل دتك أقو امتحان بدن إلهي امتحانه والنبي ذا
صالحين تاكو حبي سيد اللوكل في عين يبقى امتحان قدرتك ووكل بدين روح والبوح الله امتحان يا قدر كدين تي سلطان تهيب النبي صلى الله عليه وسلم امتحان كاسي واكه وامتحان كمصائب تأو إلهي دونا يا أدومة دي سينو كدر الشيء وقدر مدافع كدر الشيء وحكسي سمارتا طيب حكم كاسا مركو كتيرا أريد حكتا واحد تهيئ أوبان إن يدنا تلمانه موقف كروح مسلم كالوجب بهي مصيبة دو مركي دعده محي تهي وحواجب إن أتكون صبرته سأستردد أي إلهي وحول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلهي قلبي قاقا هنون انت وحالك وضع إنه صبر كوافتشي صبر كوحا كسيفي عن يا وحي علم ذي لهذا الرضا إن هذا المصيبة دي كوكود عدي رالي كنقط وحا كسيفي عن مصيبة دي كوكود عدي ناتك الشكر دو وزيد حدرج علم ذي لهذا الصبر كواجبة لبدا كلاوة مستحب نظرة لكل نقطة إينات كشكر ده وحلاقي ما إينات ليه بنتي نولي ذي هي ومصيبة أقول يقول نعدي سين رالي أقول نقولي كبر درنا مصيبة أقول نعدي سين وجه شكرني وشرح لهين لكن وقت يعني لو سامحين مناسبات كلا إن شاء الله تعالى لأن دين عمرك تكفي رسم مصائب تاني نعم بين نقولي إلى هاي الشر ما حد يا ما أبوره الله تبارك وتعالى مركو أدو مذي سم مصيبة كوكان مصيبة داس مسلمين مؤمنين شك ما لها مصلحة كوتشرتا كوين دبكن مصيبة كوتشرة هذه مركو سيد كوي لكرتا كو دريمي كرتا ومسألة شرح أبا فضل شرح هذا حلو بهي سيدو كلا إني نقوى جهنو حنو ندى أما مصائبتها وحلي لا ذو التوكل على الله إن الله تلا صارن ساس ترد أرجع حن فرح بدن ينحيدن تن يأرد كان يكلا عرب كان ي لقط لسكو سلام هي يبهاش هي وحن أدون ككشر بهاش من السوبر قريبة ضد كيني دنتاب مقرك وسارة يهين وحاس الشقم من ما صوما وعقل الدوين تحدر كأو تقدرنا سيحنون كل لوجات تحدر يسال داول لوجو هذا ملستاوين كرام سلك عليه لكن هذول لوجو سو قارين بق يا جيري هرت دين تينا النقط وبنفط كعد عضبة صح ما إلهي تلا صاروا وحن إلهي عدو وجو تلا قليب أصيبي عدو سن وجو تلا قلينا أصيبي مايو عدو أصيبي أنا ويسي قرنت هاي ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك ومبدئي أنا صورني أها الإيمان بالقضاء والقدر طيب تام عليه ذماء هيا لك فهمين
حنون كاني هل يسودي بو أو يعني وحوي أنها محوها هاي يعني لقادنن إجراءات كي بروسيس كليسكو إلى لين يعني لقادنن ما لكن أدون كمؤمن كإلهي بكوحري قلبي يسني إلهي بكوحري طيب قدم كاك حجين دون إن أنت المانو حكت المانو وحوي هاي حدي ودنبي وكوي مت وحنو كذا مصيبة ده يعذر رضي مصائبته حدي الذنوب لجلي كتمت أما قال الدنبي أي قش وقال لي ما أما ضد مسلمين الدنبي أي قلين با مصيبة ده كتمت كوا أن دنبي لهين معوق دعيا سؤال وين ورصالحين تي يدتك دين تو تجناي علماء تي يدتك زهادة يدتك أهل الخير كابو عذر كوك دعيا سيبو الدنبي كوي سيبو الدنبي أقويم سيبو الدنبي كوكانة سؤال به صوما تانا وحوي الجواب تيدو يدنا ويعده قرآن كريم كنا وعدي حديث النبي كنا وعدي صلى الله عليه وسلم ألا وحوي نوش يا جاي مركي مصائب تي فيتن كوي مادان أنت صوبت أو واحد كليه إنه سن كوي كان إنني إن كلا نو قاري دونه هيداسي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واحد سكشرتان فتنة أنت ظلمك السميسي كلية أن كوئ كان دونين إيه مركي دلتو ضدك ودعميمي دونت طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسيع ديسي حديث زينب بنت جحش بها كمي بخاري مسلم صوصاري النبي صلى الله عليه وسلم وحي وحي تري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا النبي قال أصوك قال إساقو أركك أحسن زينب أصوك قال أوله لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب لا إله إلا الله عرب هلاك بأصوك نادي شر دو حقي سهلاك وقصوك نادي فطح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا ابن نبي صلى الله عليه وسلم يأجوج ومأجوج تاتك كوئكا إعليني يا إنت أصوك الله غفر ابن نبي صلى الله عليه وسلم هدي الله صوفك يا نبسوان طيب مركز زينب وحي كتر يا رسول الله أن نهلك وفينا الصالحون رسولك إله يوميان لهلاقي أن قوضتك صالحين تون ونكسنا نقود احتران نبي وحي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر فيكم القبث ها إذن قوضتك ونكسنا إذن دح جوغان بألا إذن هلاقي هدي دح دي إن حمانت قبضت أبو نبي صلى الله عليه وسلم سمعت حمانت بضتي وحاكر لنا يا مصيبة مصيبة دي مركي دلتنا انتي حمانت سميسي كوئي كان ميسي انك لنا ويقاري طيب ومحي ساسي قد عضي دي إلهي با قدري ما إلهي با لدو دي إلهي يو انتن كلم حاد اقرر دي هذا ما دي قرد حدنا هذا السؤال شاكينتنا جوابا شرتو حكمة ولا قرانية ولا عدي وحكم إذا أحاديثنا معناها عدينا سحديث عائشة بخاري مسلم بصوصار سيدوك هلي رسول كوحر صلى الله عليه وسلم يغزو جيشنا الكعبة عيداً بكعبة كدول دونا فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخصف بأولهم وآخرهم عيداً كعبة الدولان كوكسيها ميل بنان ودحدة مركي سيمر أيام بكودي هوري وكود الدنبا بلولك للكويني والله وده هلاقي عايشة واحدة الرسول كيلا وحن كويري كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم سيل ليس له هلاقي إيقو أي كود احتران dad koodi iska suuq joogta aha iyo dadan ayagaba kamid ahay riwaay kale waxay leedahay kuwa la soo qasbay baa la socdo yaani qaar jidkay ba kaga soo dhaca wax loo socdo ma garanayaan kuwa suuq iska joogeen oo wax loo socdo ma garanayaan kuwaasi dambi ma la iska la socdaan Soomaa dadkaas aba la socdo dambi aan lahayn ujeedaday u socdaan aan la wadaagin si loo wada halaagayaa bay tiri nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim وليس لها لاقي بنبي كل دول كان لاقين لكن اخر مره لا غار نين ولب نيدي او كسوخدي با لو سو ساري يا كي دولان اسودينا كعبن نين كدوليه نيدي سي با لو سو ساري ولا عذابي كي ان وخب كر ورهينين او لخدو كان عل يا ابار بموغها كاسين هد نيدي او ميشو كسوخدي ان با اسغر لو حسابينيا لكن ادونك وليس لها لاقي بنبي صلى الله عليه وسلم سومارت ومشي الصومالي إلى هذان ضب منافق شذي ها مؤمن بكو جبت أما مسلم بكو جبت ضبكم مرح دوكعه ما مسلم يا مؤمن بكلي قلنا يا منافق ها يعني واحد كذا السبب وياه لنكره قال صوا ونقنكره مس مؤمن كعاصي قدم بيجي صوا ونقنكره لكن مركو كعه
waxa way wuxuu gaaraya dad kale uu gaaraya ilaahay ba sida qadaray dadka kale uu gaaray iyagu dambi ma lahayn miya lagu ciqaabay ilaahay ba ku rido ku ibtileeyay laakiin ayaga masalix ba ugu jirto waxaan soo sharaxnay soomaa waxa lagu ridaya ayaga masalix kale ku jirta dana kale to uga fiican inuu sun ku dhicin ba iyaga ugu jirta san soo sharaxnay sidaas daraadeed ayaa waxay jawaab u tahay taasi daacuunkii cumwaas ee saxaabada ku dhacay ee laayay macaade ilaahay buu ahaa jawaabteedu ma leh ya musiibo ilaahay keenay buu ahaa dambi inay ku timidna shaki ma leh laakiin haddana intii ay disho saxaabadii muuminiinta shahaaday ku qaateen oo yatakhidha minkum shuhadaa tayib qodobka xigeen iyadana u baahan inaynu wuxuuga istuul taagno waxa weey hadii la yidhaahdo waxan ilaahay ba keenay musaayibtan ilaahay ba keenay ilaahay ba doomidiisa ku saliday iyaga dambigoodana sabab u ah macnaheedu ma waxa weeyaan cudurka hal isu dhiibo yaan daawo la raadinin yaan laga hortagin dadku ku dhacayaan la daaweynin yaan muxuu ahaayay xajri lagu sameeynin oo lamid meel lagu xirin ma saasa laga wada labada macnamiye kale laasimayaan maya wa musiba ilaahay keenay haddana waxa la rabaa bini aadamku inuu qaato asbaabtu kaga hortagi lahaa ama ku daweyn lahaa taana diinta ay noo sheegtay iska ma hor imaanayso musiba ilaahay weeye iyo iska daaweeyo ka hortago dhaqaatiirtu baadhis ha sameeyeen dadka jirayna hal daaweeyo iska ma hor imaanayso ninka fahamkiisu iska hor keenay ba wax ka khaldan yihiin laakiin diintu iska ma hor keenin sidaas daradeed war cudurka hal laga hortago wax walba diinta yaan loo tiirinin iyo meehe wadaadadu waxayna garanayn bay ka hadlayaan war saxsan maaha cudurka in ilaahay loo tiiriyo abuurkiisa keenidiisa sabab ahaantana bini aadamkii wuxuu sameeyay loo tiiriyo haddana dhanka kale shariicadu waxayna amraysaa inaan isdaaweyno soomaa shariicadii ina tiri waxani waa musiibo ilaahay baa keenay ba haddana waxayna leedahay iska daaweeyo soomaa waxa ku tusaya nusuus fara badan quraan kariimka oo ku soo aroortay isdaaweyntu soomaa tayib xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam wasii sharaxay bal nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam likulli da'in dawaa فإذا أصيب داء الدواء برئ بإذن الله عذر كاستداولي عذر كي يداودي سي مركي إسهلان روح وعافي ماذا يا لكن محوك عافي ماذا يا بإذن الله صمرت إلهي إذن كي سوا هدان داودا يعذر كانوا إسليهين وهدان إلهي أوصا إذمين لكم داوبيس بإذن الله هل كان وحين كفهاني عذر ان داولهين الهي ما سودجني حتى سو ما جنا عذر رفر بدن وبني ادم كداوى اولاي سوما ما هين ان داولهين داوى ويليهين لكن بني ادم كا جاهل كا اولي لو ما فودين الولي لو ما فورين داوين كان اي دخاتيرتا يا بني ادم كو مالن بميد برانيانا ما اها وح سوي سمييهن وا سر كونكا كو جيرتو الهي كو ابوري او مالن بقيب لو فيديو لا توسيو واه haddana maanta intan qaata qaybahan kale ma yeeli qolo kale la sugeeyaa Soomaali marka cudur aan daawo lahayn ma jire istaweeyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam macnaheedu haddana si kale u dhagna waxa weey musibadu waa qadar ilaah daawada la isaga daaweynayna waa qadar ilaah qadar ilaah baan qadar ilaah gudufineyna Soomaa saas daradeed baa Nabiga wuxuu yiri ad-dawaa'u min al-qadar وهو ينفع من يشاء بما يشاء داود لفتيد وقدر الهي داود وقدر مصيبتنا وقدر لبدودنا وحل اني دي اسو استعمالا تداوي عباد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم ادود ما اس داويه الهي داو ما سودجنين عذر ما سودجنين الا داو اسودجي موي هل عذر موي ابن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان عذر يا قرنه ها وداده دوقني وداو مال يا مره دا دوقو دالين يرنيما ان لوغو سو خليو صورت قلبا هوراي مبا دوسي سخوري هل كا عذر مويه انت كلو دن داو يلا داي نبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب معناها سوى معنى وبهن انو ااد فهنو الهي مقاديرتيسا و هو اوو تلاغل ان لا اسكو دفعيو ميدن اسغا كيناي و هو انو جيديي تن انا كيناي تن تن كغه هورتغا وفي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه
markii uu dhacay sanadka daacuunku dhacay Shaam ka dhacay, Cumar ayaa baxay Madiinu ka baxay Shaam buu aaday. ciidamadii raggii hoggaaminayay Abu Ubayda ibn Jarrah yar ka mid yihiin ayaa marka waxay kaga hor yimaadeen intuusan Shaam gaarin. Shaamna waxaa baabi'inaya daacuun. Cumar meel dhexuu ku hakaday, markaasuu wuxuu la tashaday saxaabadii, bal iigu yeedha buu yidhi, muhaajiriintii uu la tashaday, ansaar iigu yeedha waa la tashaday, maslamatu fatxi iigu yeedha raggii fatx maka kusoo islaamay soo jiray iigu seeya waa la tashaday, war maxaan samaynaa? ciidankiibuu wadaa akhyaartii saxaabada la socota, ma gallaa mise waa noqonaa laga tashanay? taladii waxay u badatay aan ka noqono oo iyo inaan gelin, markaana wax nasa lama hayo oo nebiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam. Cumar waa noqday, marka wuxuu go'aansaday inuu noqdo. dadkii dhexdoodii buu dhawaaqay, wuxuu yidhi innii musabbixun calaa dhahrin fa asbixu calayhi, berri hadduu waagu ii baryo gaadiidkan saarnahaye, idinkuna gaadiidkii nafuula waa noqonaynaa buu yidhi. Abu Ubayda ibn Jarrah amiinu hadii lumma wuxuu ku yidhi afiraaran min qadari illahi ya Cumar, cumarow ma qadar ilaahay baad ka cararaysaa buu ku yidhi. Yaa daacuunku waa qadar ilaahay, qadar ilaahay miyaad ka carari buu ku yidhi. markaasuu Cumar wuxuu yidhi low gayruka qaalaha yaa Aba Ubayda, ala ilaahay waxay ku fiicnayd nin aan adiga ahay inuu hadalkani ka soo fulo. nacam buu yidhi nafiru min qadari illaahi ilaa qadari illaah, kan aan ka cararayno cudurkaana ilaahay baa qadaray, meeshaan uga cararayna iyo sababteedana ilaahay baa qadaray, qadar ilaahay baan ka cararaynaa, qadar ilaahayna waa u cararaynaa. markaasuu weliba mithaalu keenay, wuxuu yidhi ka waran adoo geel wata, haddaad tog ku soo hoobato tog laba dhinac leh, dhinac waa barwaaqo, dhinacna waa abaar. haddaad dhanka barwaaqada geelaaga daaqsiiso, soo ilaahay qadarkiisa maad ku daaqsiin, haa buu yidhi. dhanka abaarta haddaad daaqsiisood u dhigtana, soo qadar ilaahay maadan ugu dhigin, haa buu yidhi. maxaa rabtaa buu yidhi marka soomaalit, marka daawadu waa qadar ilaahay, in la baadho waa qadar ilaahay, waa in la baadho, waa in la raadiyo, ama tallaal ha noqoto iyo kahortag ha noqoto, ama dadkay ku dhacday qaabkii loo daaweyn laha noqoto, ama kuwa ayna weli soo gaadhin sidii looga xakamayn laha ha noqoto, waa ilaahay, waa wax laloo diray inaynu samayno ku dadaalo bini aadam, ee maaha wax shareecada ka hor imaanaya maaha, say u dhigeen wax shareecada hardinayo ka hor imaanaya maaha, shareecadii waa faraysa. intaa markuu Cumar sameeyey kadib baa waxaa yimid oo arrintaasi dhacday Cabdiraxmaan ibn Cawf oo meesha ka maqnaa. markaasaa wuxuu yidhi Nebi Maxamed baa waxaan ka maqlay sallallahu alayhi wasallam isagoo leh haddaad dhul maqashaan daacuun ka dhacay ha gelina, haddaad ka maqantiin ha gelina, haddaad joogtaanna ha ka bixina, idinkoo ka cararay. markuu Cumar xadiiskaa nebiga maqlay, ijtihaadkiisa iyo go'aankiisa waafaqay soo maa, فحمد الله ثم انصرف إلهي بكم هذا عليي مسألة سي وعدات معنا كد ابن عمر والله بتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقه صح ذا كاوي مرك ما هذا إسك الله بلا كعي أو حوا أنتي إنجليش يرى أخ أخرستين أما دور كتاب يرى لق لق مجستين حوا هاي إلهي بقدير تزي نصوص تي يوحي إسكور لفنا إسكور كينا يا ما فقه من فهم كصح ذي الدين تساس واي إلهي مصائب تيسة iyo waxyaalo adoomadiisa u jiday marna iska hor imaanayaan, shariicada Ilaahay iyo cilmigu iska hor yimaado. hadi xaqiiqa cilmigu waa laba nooc. cilmi nadari la yiraahdo waxay ila tahay beena waa noqdaa runa waa noqdaa, laakiin cilmiga tajriibiga bini aadamku uu taabtay laabka la geliyay, cilmigaasi marna quraanka iyo sunnada ka hor imaan maayo, laana waa cilmi Ilaahay, kana waa cilmi Ilaahay, laba cilmi oo ilaahay leeyahay iska hor yimaadaan, laakiin fahamka bini aadamka marar badan iska hor keenay. tayib, waxaan qodoba iyadana labada qodob baan kaga baxaynaa insha allahu tacaala. qaarkood oo ishkaal geliyey ilaahay intuu wax kale bini aadamka ku halaagi lahaa wuu heli karaa wax ka waaweyne, muxuu fayraskan yarkaa ugu soo diray? muxuu ilaahay uga baahayay? qolyahaasi waa jees jees, wuxuu ilaahay iyo axkaamtiisa oo lagu jees jeesana waa gaalnimo waadix, gaalnimo cad waay. haddaad muslim tahayna waa gaalnimo cad, haddaad gaal sii ahaydna mulxidana ilaahay ku hanuunay way iska caddahay. qul abillaahi wa aayaati wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun, ma ilaahay aayaadkiisa rasuulkiisaad ku jeesjeesaysaa?
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وحبها عذر دارنينا مؤمنين هذا هيدين قالوا ذي دينتي واتكبح ذين بإلهي تبارك وتعالى إلهي اللقمة جيس جيس دينتي سنة اللقمة جيس جيس أحكامتي سنة اللقمة جيس جيس آيدي سنة اللقمة جيس جيس صمالي ذا ما أنت لبا تضحي استوحى كم ذا يعني وحي برتين وحلي لذا كومنتي كومنتي بي برتين ومد أن موقتهي امتحان كي نوحو أها أنت آدم قرآن كجلين وصيدة وحلو قراء وحذوب أنت آداب تقرآن كينا برد وحين نقطة عد والبين وحسك قرآن مركز واحد مدام مركو وح تعليقين يينو سن إلهي باركين بق وحلا صعد وسنشرين ملاقيين وسن طول صارنين وحدون وحسك قري قار واحد بتشير كفر برنا يبا قار بقرآن ككبرنا يبا قار بحكبرنا قاب كسي وحلون نقديه صيدة وكومنت لوس ما يقار بكبرنا ورواي هي هذا حتى كبر برنا إذا هذا الوحوجا أما إسك معقولة أما الدم بكي إماري إنه كبر برو لكن أنا ذهليس إسكلي سماه مسألة ذا إلهي تبارك وتعالى مخلوقات كي سميت ضعيف محوصة درسنايا وحي لم يتهي أوكله قل يهي لي إلهي محو كان عذا إيه بهاش اللي إلى دم حياه عارضة محو مثال وقصة ما يسنايا وواحد عموه إلهي محو كجوا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. سؤال حد ما إلهي محو فيرس كصوت رسانية محو حيوان كير كما ركاد قد كيف بتكون عذيبا وعبا إلهي يقول تلقى له حيالها يركع كان عذي مثال لدو الصمين وحيالها انضو ماذا قصة لدي هذه قوة كلا إن لقل لهم يوح وحابا تكون عذيبا والنطا يضل به كثيرا إن بدن بو إلهي كل منه وكوه ساء أجيس جيس يوكلا ويهدي به كثيرا إن بدن إلهي وكوه نونينا ووحي قرانا يعني إن حكمة ربي كتشرت أما هفهمان أما يسا فهم مدل أبادو إيه هدي إلهي أدومدي سمرودي كصدير له صومين لهن مرودي كمرك ربو نجح حق بنا صوما كبيرانيين تين مرودي لغو صدير إن فيروس ير لغو صدير كيف حكمة دولو يا فيروس ير لغو صدير وأدون كيو خلخل جليو ومريكان يا تشينا يا عالم كيو كعفر يستو الله الرفاضو تاسع حكمة دين لفهمه دولو صومارت حكمة الرب إن لفهمه تاسع دولو مركا حكمة داسا كتشرت إلهينا وحضان ودرسان تبارك وتعالى وحاجز قلنا يانا بجيرو مسألة كاليتو مهمة باندونا يانا هلكا قليو مصائبة إلهي تبارك وتعالى هي مقادير تبعية لو مدلي شدو الدم بيقاقي عيبت هذا لكن مقادير تهدادا الدم بيكولا هين والا دلي شده سيداز درادي وحي الدم بأتوبة بوباية وحي مصيبة هذا الدم بكل هاي الصبر بوباهي حتى المام إذا آيات القرآن كإله له فاصبر إن وعد الله حق وحي كوكو يمد صبر محالة قدن بيسي واستغفر لذنبك محالة دي دنيا ذنبك قاقين أترى إلهي بقدري وردنبك كتوبت كين إلهي بقى قدري محاك قربتا وروحاني واخل دنيا إلهي بقدري وردتك حد ظلمين إلهي باقدري خلط كاغا إنا دو دليشت إلهي باقدري سعما صوما ساس دردد دي بوحلين هذا قدر كوحا لو حجيستا مصائبتا إلو ما حجيستا معايبتا معايبتا وعيبتا هذا هو صوما ردنا وميشي ترى هذا الدقون قدر تقانا إيه لقا ما كرهنو وحي خلط دو هذا يقول ترى هذا قدر إلهي هو صحنا ما حتى عقلا موسى صحوا هاي هذه مقادير تا إنه قط خلاذات كإن لود اللي شذ الروح يسكت دفاعنا عد والباقلي هذه قلبت هذا حولها أنت لقاته أول لقط نعه أول لقط ديله أول لقط أرباحه واحد كسر لقط قصة به أيه وعلو له الصبر دوا مقاديره سوسة ما هذا راح سؤالي وها مقاديره بقولوا له مركب مقادير تا هل كان لو مد اللي شذ عبت هذا كتوبة كين قاضنا مسؤولية ده سمارت لكن دنك أه وحي آذن سبب ولا هين والدم بيجي سأذن لهين صح كصبر وأنا دليشان كرتها
isla masaladaas waxa ku imaanaya xadiidkii dhaxmaray qisadii dhaxmartay nabi muuse iyo nabi aadam nabi muuse iyo nabi aadam baa wada hadlay sidii nabi sheegay sallallahu alayhi wasallam muuse wuxuu ku yidhi aadamow adiga waxaad tahay ninka khaladkiisu jannada naga soo saaray khalad aad gashay baa jannada looga soo saaray markaasaa aadam wuxuu ku yidhi muuse ilaahay baa ku doortay hadalkiisa iyo risaalaadkiisa ku doortay ee ma waxaad igu eedaynaysaa igula dagaalamaysaa amar ilaahay qadaray intaan lay abuurin intaan ilaahay bay ii abuurin wax qadarnaa miyaad muuse igu haysata nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam faxaja aadamu muusa muuse waa laga garhelay marka aadam xaggee buu u xujaysanayaa ma khaladkii iyo dembigu galay buu u xujaysanayaa maya ee wuxuu leeyahay dembigayga inay ka dhalato addoommada in laga soo saaro bini aadamka jannada oo dhulka la keeno qadar ilaahay bay ahayd anugu geedkii baan cunay khalad buu ahaa khaladkaygu halkaas waa waana ka toobad keenay marka wax ilaahay qadaray aadamow waxaan jiray muusow ha igu eedaynin saas wey macnaha waa xadiis saxiixa oo waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim qodobka u dambeeyan kaga baxayna wuxuu yahay culimada shareecada iyo culimada cilmiga caafimaadka ama culimada falanka ama culimada masaa'ibta iyo xawaadista ku takhasustay culimada iyada ah sideedaba maxay kala leeyihiin qolo wasal mid walba si hadday qaybteeda ka hadasho waxay taqaano maxad gudub iyo jahli baa maya culimada aynu ka wada hadalno matalan xanuunka culimada caafimaadka noocyadooda kala gedisa markay ka hadlayaan masaa'ibtan ama musiibada cudurka ka hadlayaan dhankay uga hadlaan wax weeyaan cudurkan maxaa keenay maxaa sababay sababtay raadinayaan bakteriya tayib fayras muxuu ka dhashay soo ma adigu ama fiidmeer buu ka dhashay dhe ama mas buu ka dhashay dhe ama macbal iyo laab lagu samaynahayay buu ka fakaday dhe fayraskani ama muxuu ahay meeshaa doonta u tiiri ama doofaar buu ka yimid ama shimbiraa dhalay dhe soo ma sababtay raadinaya sababtii markay helaanna waxay doonayaan inay xanuunkan u sii abtiriyaan hadduu qaybo kala gadsan leeyahay oo ay yacni wax weeye ay usii same bahbah usii kala sameeyaan fayraskan hadda waa bah gooniya soo ma horta fayrasyadu waa barbadiin soo ma waa bah gooniya markaasi haddana waxay daraasaynayaan bini aadamka markuu ku dhaco saameyntuu ku yeesho xaggee wey xaggee uu ka saameeya kan hadda wax weeye korona oo kaleeto sambabku ku dhacaya soo ma ruuxa neefti baa ku dhegaysa qandhuu keenaya waa qufacaya beer kuu qabanaya soo maa kadib jidhkii wuxuu bilaabayaa inuu isdifaac yidhaahdo isdifaaci jidhka wuxuu soo saarayaa awood xoog badan buu soo saarayaa oo cadowgan iska celi buu leeyahay difaaca xoogga badane jidhka ka imaanaya laftiisa dhib buu la imaanaya waxaas waa waxay dhakhaatiirtu qoreen anugu dhakhtar may laakiin waxaa jira culuumta qaybo akhriska lagu fahmi karo iyo qaybo hoose oo ninkii ku takhasusay uu garan karo soo ma tayib inahaas waa inaha markaa kadibna dhakhaatiirtu markay fahmaan sababta iyo xanuunkan bini aadamka si u saameeyo kadib baa waxay raadinayaan daawadiisa maxaa lagaga hortegi karaa maxaa lagu daaweyn karaa dhakhaatiirta shaqadooda taa waa shaqada noocaasa in looga dambeeyana way tahay ayagaa takhasus kale xataa culimada shareecadu markay doonayaan barnaamijka noocaas oo kalea waa inay dhakhaatiirta ehelkiisa uga dambeeyaan waa sax soo ma laakiin dhakhaatiirtu kuwa muslim oo diinta yaqaana mooye miyay kuu sheegi karaan xanuunkan ilaahay baa keenay xanuunkan iyo ilaahay calaaqada ka dhexeeya yaa iska leh eh culimadaa iska leh soo ma xanuunkan iyo bini aadamka khaladaadkiisa calaaqada ka dhaxaysa dembiyada bini aadamku galayo iyo xanuunkan calaaqada ka dhaxaysa yaa iska leh ya ma dhakhaatiir baa kuu sheegaysa dhakhaatiir baa waxay ku leedahay aidisku wuxuu ka dhashay dembi ilaahay laga galay iyo zina faaftay ya allahuma inuu dhakhtarku dee muslim yahay oo diinta garanaya mooye tayib cudurka iyo bini aadamka calaaqada ka dhaxaysa dembiyada bini aadamka iyo masaa'ibtana culimada shareecada iska leh cudurkan allah keenay allah ha keenay ujeeddadii xikamka ku jiray caddaynteedana culimada iska leh dhakhaatiirtu ma laha
اللهم دخاتيرتي مسلمين تي هدنا علماء أها مركي وحكا قرآن جوانب تاوي عدايا ويكاه الله أما مردن بقو علمي عافيماتك إيا علوم تكلم مادية إيا تدين تلك الساري نين كان دخترك وحكو شرحي كراء وحيالا مادية انتا كبضن مردها فكرة أما ما بقرن أيو أما وابي إنكر سيهي أنك مركي جوانبتي أن دخاتيرتو كهل لكرين هدي علماء كهل الله ما دخاتير تهو شودي ويفرق شده ما هولين الهين بيقالين بس هو شودي ويلي بجانب واي دخاتير تونا قيب إليهين علماء الشريعة تونا قيب إليهين قلوه البنا قيب تودي كهل ليسا نيكي قيب تيسا كهل لي مركا إلي راد هوشي دخاتير تادقش بكتير يدن يا فيريس كان رقبا إسقالي سيء قدشان يقع قرن أي أدقى إلهي بكي يمدياكو يده حقا بعد كهانت وراد روكا قيب تانا كأقان قيب تانا رقتر كأقان نيك علماء ذا كي يقان نيك شرعة ذا يقان كي يقان قيب تيسو كهل ليه كان قيب تيسو الديني سيدا سوي معنا بل وحقيقة دخاتير تو إنا يسن شيقي كرينين وحيالا بضانا وشرعة ذو شيكتي أو عذو الرضن سببوه لكن أيقوا إنا قاري كرين وحكم إذا مثلا نبي وحكسوا صلى الله عليه وسلم منو يري فناء أمتي بالطعن والطاعون أمت دي إذا وحبا بإنا إله لأكسميس والضرد هي الطاعون مركز واحد الرسول كله يطعني كدوري الدجران لي طاعونكم حيه وحيه وعقوبة واخذوا أعدائكم من الجن وحوك إيمانيا دوري تشنكو إذن دريبو كإيمانيا تشن باكو دري تشنكي كدري با وحكرنا شيء محي طاعون دكتور كني مجران كرا علاقه كدحيسه جينكا iyo cudurka dhaqtarku ma garan kara calaqada ka dhaxaysa sixirka iyo xanuunka dhaqtarku ma garan kara calaqada ka dhaxaysa jinka iyo xanuunka dhaqtarku ma garan kara isha bini aadanka ilaysiga iyo calaqada ka dhaxaysa maxay iyo xanuunka ma sheegi karaan qaybaha sharaa'ida ka hadash diinta ka hadash جينك بين آدمك سامين تقول إيه هاي سحرك سامين تقول إيه هاي إيشو سامين تقول هذا هاي محو هاي وحيلها هاي عافماتك سامين تقول إيه سيد اللولة تعالية قابك اللود داوي أنا ما دام أنا عذرك يجرنين يضنا ما جرنا يان روحي ويباريان قلبي قليل يان أجهزي قليل يان دلعك باريان تحاليل بيكون سامين يان وحيلين روحا النجا والنوف يويه أدر ملك للأت ما قرن كرو وين وداد لو كانوا ولا قران سهر صوما وين اذكار لو اخري صوما وين الهي لو بريو ورهده بالكن دختر با اسكله نو خوخينين قيبتنا دان كهدلو صوما دخاتير تقيبتود واو اوغله وانا ادينينا اني كهدلان حق بي ولي انا انا قيب الحق لنا قيبتان ولينا وحويان اني علمادو كهدلان شريعه ما هي كتري عذر كان عذر الله ميت كان مصائب كم حي كتير وحكم إذا مثلا فوق هذا قار كم إذا شافعية ذا هي حنفية ذو حيليهن مصائب تنا وكلام مركي دعانا عذر هذا عام كان دعان مساجد ده لقى قنوده نختار ما نداه مساجد كقنوده ما داه أسباب تعذر هذا اللجوء رفعيه هنا كم إذا مصائب ت أسباب تلجوء رفعيه كم إذا عدا لأنه حيليهن وحي كم إذا هاي حوادث تعام كا أو قنود كأسلهان لو تشري صلاة إلا قنوده مركي يعني وحوي وحن كوضع صح إن تخصص كذتك للود دايو لكن تخصص كي بالله بكلا ميت كم مادة جاء أنا دخاتير تأسكله ميت كم معنوي جاء إيوه على قدر عذر رضي مصائبتي إلهي كذا حيسة في عاشي سي صدي أصابين إيسو أسبابتك كم توبين آدم كذنوب تيسة داوين تلفت هذا قيبة كم ذا وقيبها شرعة تلمانتيا محوها هاي أسبابتها وهكذا قيبها سي وقيبها شرحني سيداس درادد فهم كاس بوحو يا فهم كالصح ذا إيو إن مصائب ترعي سقاب كالو فهمه وحي لبد بادين كان لبد بادين ولا داويه ولا بارو ولا قهر تقو لكن هذا مع ذلك مدي وذي سينا تواح مصيبة إلهي قهر تقينا وحكم إذا إن إلهي اللبريو تبارك وتعالى ذنوبتنا لقال نقضو دنبيه ذا لقال لابتو إلهي اللو لابتو تاسا كم إذا حنكو ختمة يا كو جب جبينة يا كو أيجو إلهي عيني يا دين تعيني يا تشيس تشيسية يا كو حد قد بيا يا قرآن الله نوع عاصس سمينة يا كلية توحدي كرنا إلهي دين صاحبنا
إلهي هيدين سو هنونيو أدان إدين هلي كرنمانتو وايدين هنونين لاي لكن من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا وحن سيدن ليه كلمات كاد قريسان إيو سيدا دوها الليسان إيو قابكا دوها الليسان إيو ما قداد إلهي ما قيسان إيو جيس جيس كاد جيس جيس سيسان واحد أغاتان إلهي نردبي ميسان عدك لنردبي ميسان وحا إكسو نقون دونتنا وإذنك هدي إلهي كبق الذي يريد سيما حديكتان وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم كو أمرك إلهي كبق الذي ويسيكي ويكسي درامب الله محيري فحسبه جهنم وحا إذن سوغيسا إذن كافين دونتا هدي وعد إذن كافين واي وانا إذن كافين واي إلهي داية ورنبت قليه وردينت النبت قليه ور إلهي آيات كيسا نبت قليه هدي اللي إذن كيري واي أود كبرتان وآد سيمد حضيكتان فحسبه جهنم ميلبا إذن سوغيسا مارك إلهي الله قبقو إلهي نتبارك وتعالى دينتي صحيح وضيو عذ الردن إيا مصائبتنا إلهي أمدها كرفعي إلهي تبارك وتعالى إنتو سنقرد إنها كيلاليو إنتو قرد عين إلهي تبارك وتعالى كعافيو إلهي تبارك وتعالى هنا قسم التبحية هنا إنك بدباديو هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.